يسعى معهد الإدارة العامة بيبا ومن خلال تعاونه المثمر مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين إلى تنفيذ الرؤية الحكومية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى توظيف الابتكار في العمل الحكومي وجعله ثقافة دائمة ترفع من مكانة القطاع الحكومي التنافسية وتساهم أيضا في تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية. هذا ويمضي القائمون على معهد الإدارة العامة إلى تهيئة السبل كافة من أجل الاستمرار في تطوير نموذج البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية ليتضمن الابتكار كمكون أساسي في مختلف برامجه وبالشكل الذي يتناسب مع مختلف المستويات العملية للموظفين حتى للقيادات الحكومية البرلمانية لرفع قدرتها وتمكينها من الخروج بمبادرات حكومية مبتكرة تخدم مشاريع القطاع العام وتزيد من كفاءة الخدمات الحكومية، ذلك من خلال استخدام أدوات حديثة للابتكار بما يتماشى مع طبيعة العمل والمسؤوليات الإدارية.